السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة أخبار الوادي في فيديو جديد. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهات القناة، أتمنى منك الاشتراك بالقناة وتشغيل جرس القناة، ولا تنسى الضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لكي نستمر إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. بعد غياب مسلسل وادي الذئاب عن ساحة الدراما التركية والعربية لأكثر من 5 سنوات، إلا أنه ما زال يتمتع بشعبية كبيرة وينتظر جمهور عودته على حر من الجمر. فالكثير من عشاق ومحبي مسلسل وادي الذئاب يتساءلون، هل سيشهد عام 2022 عودة مسلسل وادي الذئاب أم أنه انتهى بشكل نهائي؟ لقد ذكرنا لكم أكثر من مرة بأن مسلسل وادي الذئاب لم ينتهي بعد، وأن هناك موسم 11، وذلك بناء على تصريحات الفنان الكبير نجاتي ششماز صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لهذا المسلسل. ولكن سبب التأخير الكبير هي الظروف التي مر بها الفنان نجاتي ششماز على صعيد حياته الشخصية، والتي كان آخر طلاق عن زوجته. ففي كل مرة يحاول العودة إلى إنتاج الموسم الجديد تبدأ مشكلة جديدة، حيث جرى خلال شهر يوليو الماضي اتفاق بين شركة بانا فيلم وقناة شو تي في التركية حول إنتاج مسلسل وادي الذئاب الموسم 11. وقد تم تصوير الإعلان الترويجي الأول للموسم الجديد، والذي ظهر فيه مراد علمدار وهو ينزل من طهرة في جورجيا، حيث كان من المفترض أن يتم عرضه في شهر أكتوبر الماضي. لكن تفاجأت شركة بانا فيلم بانسحاب قناة شو تي في تركيا من ذلك الاتفاق، وذلك على خلفية الفيديو المسرب التي نشرته طليقة الفنان نجاتي ششماز، والتي ادعت بأن الفنان نجاتي ششماز يعتبر نفسه المهدي، وهو ما نفاه محامي الفنان نجاتي ششماز بشكل قاطع. حيث غضب الفنان نجاتي ششماز من تصرف القناة، وطلب من إدارة شركة بانا فيلم بإيقاف التعامل معها وإجراء مفاوضات مع قنوات أخرى لشراء حقوق الموسم الجديد، حيث يتم حاليا إجراء مفاوضات مع إدارة قناة بياس تي في تركيا التي تقوم حاليا بعرض المواسم السابقة. وفي حال لم يتم التوافق مع أي قناة، سيتم عرضه على أي منصة إلكترونية. وقد كلف الفنان نجاتي ششماز الكاتب بهذير رجدانير، الذي قام بكتابة سيناريو الأجزاء السابقة، بكتابة سيناريو الموسم الجديد بناء على أحداث والتطورات التي تمر بها تركيا والشرق الأوسط استعدادا لإنتاجه في عام 2022، حيث سيشهد العام القادم إن شاء الله عودة مسلسل وادي الذئاب بشكل رسمي، وسوف نقوم إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. وفي الختام أرجو منكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديو جديد، دمتم سالمين.